مفروك الثوم وماء البصل الأحمر من أكتر الحاجات اللي المستخدمين جربوها وبيقولوا إن هي بتجيب نتائج كويسة جدا في عملية إنبات الشعر، لكن في بعض الناس يا جماعة بيقولوا إن ماء البصل ومفروك الثوم دول مش بيجيبوا نتيجة، فتعالوا نتعرف على أشهر 3 أخطاء الناس بتقع فيها وهي بتستخدم مفروك الثوم وماء البصل لعلاج تساقط الشعر وفراغات الشعر والصلع الوراثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى صديقي تكون بخير وشعرك بألف صحة وألف خير. فضلا لا أمرا يا كريم الأخلاق أو يا كريمة الأخلاق، نعمل لايك من زرار اللايك اللي هنا دي بمثابة كلمة شكرا اللي أنت بتقولها لي. إيه المادة الفعالة اللي موجودة في مفروك الثوم وماء البصل اللي بتخليها أصلا تشتغل على إنبات الشعر؟ الاتنين فيهم مادة الكبريت العضوي. الشعراية أصلا بتتكون عن طريق روابط بروتينية وكبريتية، فبالتالي الكبريت بيدخل في بناء أساسا الشعراية، بناء قوام الشعراية نفسها. والاتنين برضو بيحتووا على مادة الأليسين. الأليسين دي نقدر نعتبرها يعني حاجة بتنبت شعر، بتساعد على إنبات الشعر مثلا الضعيف شوية، بتساعد على إنبات الشعراية الهزيلة. مادة ثالثة بس دي موجودة في البصل الأحمر بس، وهي مادة اسمها الكورستين. تمام، مادة الكورستين دي هي مادة برضو بتكافح حاجات كتير جدا، بتكافح شيب الشعر، بتكافح الصلع الوراثي، وفي نفس الوقت بتعيد انبات الشعر. ده على حد اللي انا اعرفه وعلى حد المعلومات اللي انا قريتها عن المادة دي. طريقة تطبيق ماء البصل والثوم الصحيحة بتكون ازاي؟ هنتكلم الاول عن ماء البصل. ماء البصل يا جماعة ببساطة هو بنجيب بصلاية حمراء، بصلايه حمراء، يفضل طبعا البصل الاحمر، بلاش الابيض، الابيض مش فعال قوي، خلينا في البصل الاحمر. بنجيب البصلايه بنبشرها وبنعصرها بعد كده، الميه اللي بتنزل منها دي على طول، يعني نزلنا منها شويه ميه وليكن 20 مللي، ال 20 مللي من ميه البصل دول هنحطهم مثلا في قطاره او في سرنجه وهننقط بيهم على كامل فروه الراس مباشره، ومع التدليك الكويس جدا، ويتساب على فروه الراس او على الشعر لمده من ربع ساعه لنص ساعه بالكتير، ما نزودش يا جماعه. البصل اساسا المواد الفعاله اللي فيه مواد سريعه التطاير، فبالتالي عمرها قصير، فاحنا بنحطه على فروه الراس لمده 15 20 30 دقيقه على الاكثر، هيجيب نتيجه وهيمتص في فروه الراس، محدش يحطها وينام بيها، ده اهم نقطه. محدش برضه يعصر البصلايه ويخزنها، يعني الميه اللي تنزل منها يخزنها في الثلاجه ويقول انا هستخدم مثلا ميه البصل دي لمده اسبوع. لا يا جماعه ده كلام يعني غلط تماما ومش هتعمل معانا اي تاثير. التأثير هيبقى في المرة الأولى بس اللي أنت بتستخدمها فيها، لأن هي أنت يا دوب بتعصرها تاخد العصير أو السائل اللي فيها تستخدمه بشكل مباشر وتكون سريع. يعني إزاي عصرنا المية اللي نزلت دي نطبقها على طول مباشرة على فروة الراس، ويفضل إن احنا نلبس الباث كاب أو بنيل الحمام علشان المواد المتطايرة دي يعني ما تطيرش بسرعة أوي. بقى دي مفروك التوم. مفروك التوم هو احنا بنفرك التومية تمام وبنضعها مباشرة على اماكن الفراغات اللي موجودة في الشعر. حد يقول لي مثلا طب انا افرك تومة ولا اتنين ولا ثلاثة؟ على حسب الشعر، يعني على حسب شعرنا، احنا مثلا شعرها طويل، واحد زي حالاتي شعره متوسط كده، هو تومية واحدة اعتقد ممكن تكفيه، لكن حد ممكن يحتاج تومتين على حسب الشعر، على حسب كل واحد والتاني. نفرك من تومية الى ثلاثة على الاكثر، نفرك التومية ونحطها في فراغات الشعر مع التدليك الخفيف لمدة برضو من ربع ساعة لعشرين دقيقة، وبعدين نغسلها كويس جدا بالشامبو. ومفروك التوم هل ممكن نخزن جزء منه في التلاجة؟ برضو لا، لانه سريع الفساد. الحاجات دي يا جماعة المواد اللي فيها مواد سريعة الفساد، ما ينفعش تتخزن، عشان تخزنها لازم تحط عليها مواد حافظة، وبالتالي احنا في بيوتنا مفيش مواد حافظة. في ناس بقى بتقول احنا استخدمنا مية البصل واستخدمنا مفروك التوم وما جابوش معانا نتيجة، ايه الكلام ده؟ انتوا بتقولوا كلام كذب والحاجات دي ما بتجيبش نتيجة. ببساطة يا جماعة في 3 أخطاء هنتكلم عنهم مهمين جدا. الحاجة الأولانية وهي استخدام مية البصل ومفروك التوم لأصحاب فروة الراس الحساسة. أصحاب فروة الراس الحساسة سريعة التحسس من المواد الحريفة أو المواد الحراقة، لا ينصح بأن هم يستخدموا مية البصل ومفروك التوم، لأن ببساطة هيجيبوا معاهم نتيجة عكسية. يعني الناس دي لو عندهم تساقط شعر وبيستخدموا مية البصل أو مفروك التوم هيزود التساقط،
هيزود التساقط وهيعليه، لان الناس دي لا يصلح لهم المواد دي، لان فروه راسهم سريعه التحسس، الناس دي فروه راسهم سهل تتهيج من اي حاجه، والتهيج او الاحمرار او الحكه اللي بتحصل بين مفروك الثوم تحديدا كمان اكتر من ميه البصل ده ممكن يؤدي لنتائج عكسيه. فاي حد فروه راسه حساسه او مثلا فروه راسه ما بتستحملش المواد التقيله المواد الحراقه، لا انصحك باستخدام ماء البصل ومفروك الثوم. في حاجات تانية كتير يا صديقي العزيز ممكن تجيب معاك نتائج كويسه برضو، بس من غير ما تعمل لك مشاكل. الخطا الناس بتقع فيه في تطبيق او في استخدام ميه البصل ومفروك الثوم يخليهم يجيبوا معاهم نتائج عكسيه، وهي النوم بيهم، وخاصه السيدات بيعملوا الحركه المدمره للشعر دي. الست كده تجيب مية البصل وتعملها وتحطها في شعرها وتروح لفة شعرها بالفوطة وتنام بيها وتروح تصحى تغسلها، أو مفروك التوم برضو، تعمل مفروك التوم تحطه في فراغات الشعر أو في الأماكن الفاضية عندها وتحط برضو نفس الفوطة وتنام بيه مثلا. تمام؟ ده غلط يا جماعة. الحاجات دي بتتحط مدة قصيرة زي ما قلنا من ربع ساعة لعشرين دقيقة. زيادة الشيء عن حده ممكن يتقلب ضده. الحاجات دي مش معمولة ان هي تتحط في الشعر مدة طويلة، دي هتتحط ربع ساعة وبعدين تتغسل كويس بالشامبو. الناس اللي بتنام بيها دي ممكن اقول لكم لو انتوا عندكم تساقط شعر، تساقط الشعر ده هيزيد اضعاف مضاعفة، ده بجد والله ومش هزار ومش ببالغ، تساقط الشعر هيزيد عندكم اضعاف مضاعفة، لان انتوا بتطبقوا الحاجة غلط، بتعملوا اوفرلود وتحميل زايد على فروة الراس، فروة الراس مش محتاجاه، فبالتالي بتديك نتائج عكسية. ده خطأ بعض الامهات بقى بيقعوا فيه، وان هو تطبيق مية البصل ومفروك التوم على شعر الاطفال. يا جماعة الخير من فضلكم محدش يستخدم مية البصل ومفروك التوم للأطفال أقل من 12 سنة، محدش، دي مواد قوية. تمام؟ مواد مفعولها قوي، مواد حراقة شوية. تمام؟ الفروة الراس بتاعت الأطفال لسه بتكون بتتكون، فروة الراس بتاعت الأطفال بتكون حساسة أصلا، فبالتالي تطبيق الحاجات دي عليها هيجيب نتائج عكسية برضو. فبالتالي من فضلكم يا الأمهات اللي بيشوفوني تحديدا، ممنوع منعا باتا تطبيق مية البصل الأحمر ومفروك التوم على الشعر لعلاج تساقط الشعر عند الأطفال، لأن ده هيجيب مع بنتك أو ابنك نتائج عكسية. اللهم بلغت. والموضوع الأهم، إيه اللي أنا أنتظره أو إيه النتيجة اللي أنا أنتظرها من مية البصل الأحمر ومفروك التوم، سواء في علاج مثلا الصلع الوراثي أو تساقط الشعر أو فراغات الشعر بصفة عامة، انا ايه النتيجه اللي المفروض استناها من حاجه زي البصل وحاجه زي التوم في الصلع الوراثي، او تحديدا الصلع الوراثي عند الرجاله واحنا في مراحل متقدمه من الصلع الوراثي، مرحله مثلا الخامسه السادسه السابعه، ده مش هيفيدنا في اي حاجه او افادته هتكون ضعيفه جدا. لو هتستخدمه مع علاجات للصلع الوراثي تمام مفيش مشكله، تدمجه مع علاج من علاجات الصلع الوراثي اللي انت بتستخدمها، ولكن هتعتمد اعتماد كلي على مية البصل بس او مفروك التوم بس لعلاج الصلع الوراثي من مراحل متقدمة، ده مش هيفيد اي حاجة وهيكون افادته صغيرة جدا والنتيجة مش هترضينا. طيب مين بقى اللي ينفعه مية البصل؟ انا بتكلم بقى على مية البصل، مين الناس اللي تنفعهم ده؟ الناس اللي عندهم فراغات في منطقة الكراون او منطقة التاج، المنطقة اللي انا هسيبها لك، هسيب لك صورتها هنا دلوقتي دي. الناس اللي عندها فراغات في المنطقة دي مية البصل فيها تحفة تحفة تحفة، في الإنبات تحفة، في سمك الشعر، بتدي كمان الشعر حيوية جدا، بتخلي الشعر منتعش، بتدي كمان طول حلو جدا للشعر. فمية البصل حلوة قوي في إنبات منطقة الكراون دي، وهنشوف منها نتائج محترمة جدا. طيب بالنسبة لمفروك التوم، مفروك التوم هو مفعوله في الشعر كله، ولكن مثلا محدش يجي يقول لي ان عنده فراغ على اللحم، على اللحم خالص، حاجه زي كف الايد على اللحم كده، تمام، ما فيهوش اي شعرايه، ويجي يقول لي مفروك التوم ما عملش حاجه. ما هو اكيد مش هيعمل حاجه يا جماعه. الحاجات دي بتشتغل على ان في بصيله لسه حيه، بتشتغل على بيبي هير مثلا، بتشتغل على شعرايه ضعيفه، بتشتغل على تساقط شعر. ماشي؟ الصلع الوراثي الشديد قوي ده، لا ده محتاج حاجة قوية، انت بتعاني من حاجة قوية، فبالتالي محتاج حاجة
قوية زيها عشان تسد معاها. هل البصل والثوم أو ماء البصل ومفروك الثوم يغنوا عن علاجات الصلع الوراثي زي المينوكسيديل مثلا كمحفز نمو؟ ممكن. ركزوا في النقطة اللي بقولها دي، أنا بقول ده بناء على تجارب بعض المستخدمين، أنا بعرض لك معلومة، أنا مش بقول لك روح اعمل ده أو ما تعملش ده، استخدامك للشيء من عدمه ده أمر متروك لحضراتكم، ولكن أنا بعرض بس مجموعة من المعلومات. ممكن في حالات مثلا التساقط الشديد قوي، أو في حالات الفراغات البسيطة، أو زي ما قلت لكم ماء البصل في منطقة الكراون حلو قوي، لو احنا عندنا فراغات في منطقة الكراون دي مية البصل حلوة جدا وممكن الاعتماد عليها لوحدها. ولكن لو حد عنده صلع وراثي كبير، تمام، مرحلة سادسة، هل ده كده نقول ماء البصل يغني عن المينوكسيديل؟ لا، انت هنا محتاج علاج من علاجات الصلع الوراثي زي ما قلنا قبل كده. ممكن استخدم ماء البصل ومفروك الثوم مع المينوكسيديل؟ اه طبعا ممكن نستخدمهم، بس ما حدش يفهم من اللي بقوله ده ان هو يخلط ميه البصل في البوتل او في ازازه المينوكسيديل، لا. هتستخدم تعمل مثلا ماء البصل ده تعمله مرتين مثلا في الاسبوع، والمينوكسيديل عادي سواء بتستخدمه مره او مرتين يوميا حسب انت ماشي معاه ازاي. نيجي بقى لزيت البصل وزيت الثوم. انا ما اتكلمتش، انا كنت بتكلم في الاول على ايه، ماء البصل ومفروك الثوم، لا انا هنا بقى هكلمك دلوقتي عن زيت البصل وزيت الثوم اللي بيتباعوا في المتاجر عند العطارين وعند العشابين وعند برضو اماكن اللي بتبيع الزيوت النظيفة او الراقية، يعني ايا كانت. زيت البصل وزيت الثوم هل هم اقوى من معصر بصلايه واحطها، او اجيب تومايه واعملها افركها واحطها في الشعر؟ الاجابه لا. البصل او عصير البصل ومفروك الثوم اقوى من الزيوت دي بكتير جدا بكتير جدا، يعني بفرق شاسع. زيت الثوم حلو بيدي مثلا قوام للشعرايه شويه، زيت البصل انا شايف ان ملوش اي لازمه في الشعر صراحه، زيت البصل ملوش لازمه في الشعر، لكن ميه البصل اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي دي اللي احنا بنعملها وهي دي اللي مفيده. هل بقى ماء البصل ومفروك الثوم دول ينفعوا لانبات شعر اللحيه؟ اه ينفعوا، ينفعوا جدا، وخاصه مفروك الثوم. مفروك الثوم تجارب المستخدمين معاه في انبات اللحيه كويسه جدا، ولكن بشرط واحد فقط، ان يكون في بصيلات اساسا للشعر، ان يكون في البيبي هير او الشعر الخفيف اللي موجود في اللحيه ده، ممكن المفروك الثوم يشتغل معاه كويس جدا. ولكن عيب مفروك الثوم طبعا هو ريحته، ريحة مفروك الثوم صعبة جدا، فانت هتحط على وشك مفروك ثوم هتبقى متضايق جدا، مهما غسلت وشك الريحة مش هتروح في الغالب. لو عجبك الكلام ممكن تدوس لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا، لو تحب تشوفني تاني ممكن تشترك معانا في القناة من زرار السبسكرايب الاحمر، خلي اللون يبقى رمادي، وفعل علامة الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا اني شفت الفيديو ده، واشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.